ومن هون بلشت فكرة البسطة تاعتنا. أنا بلشت مشروع بسطات في البلد القديمة في نابلس، أنا وأخوي إيهاب نصار. بلشنا أول مشروع بالحاملة، وبعدها بلشنا مشروع بالموالح اللي هي سانتا روزا ومشمش وخوخ، وبعديها بلشنا بمشروع الآيس كريم. في أراطيس عندنا آيس كريم، في بكاسات، وهلأ ماشيين حالياً على هذا المشروع، وإن شاء الله لقدام نطور مشروعات تانية. طبعاً تسألش على الأسعار، لأنه بيجينا أطفال بيقول بدي بشكل بدي بشكلين، فعنا أراطيس جبر الخواطر وعنا أراطيس بشكلين بثلاثة. يعني أي طفل صغير بيجي بيشتري من عندي بفشلوش. هاي القاعدة الأولى عندي. هاي البسطة هي رزقتي ورزقة أخوي إيهاب نصار، يعني هي اللي نترزق منها يعني. والبلد القديمة من أحلى الأماكن، كل الناس بيجوا عليها، في إقبال على البلد القديمة وفي إقبال على الآيس كريم وعلى البسطات، والحمد لله يعني الرزق الحمد لله. باب الساحة من طفولتي، يعني احنا تربينا وترعرعنا بالبلد القديمة، وباب الساحة بالأريون بالياسمينة. يعني نابلس من أحلى الأماكن، وخاصة البلد القديمة وباب الساحة. وإحنا بنحكي لجميع الناس ولجميع الزوار إنهم يزوروا مدينة نابلس، خاصة البلد القديمة، فيها كل إشي، فيها من كنافة، من آيس كريم، من قهوة، من شاي، يعني في بسطات كثير عندنا. وبنحب نحكي للشباب العاطلة عن العمل اللي بتشتغلش، نحب نحكي لها انه انزل توكل على رب العالمين، المشروع اللي براسك نزله لانه الله اللي برزه. توكل على رب العالمين، تتوكلش على العباد. اي فكرة براسك نزلها وقول يا الله، توكل على الله.